الموصل شاهدة الحرب وضحيتها الوحيدة وعنوان مأساة مستمرة لم يكتب لها حتى الآن أن تنتهي. رغم مرور عام والنصف على نهاية حرب الموصل، ما تزال المدينة في عين العاصفة أو تعاني منها. إهمال حكومي يقول السكان أنه متعمد، ومدينة تحاول التقاط أنفاسها وحدها دون معين. المشكلة البنى التحتية للمدينة تعبت، مدينة دخلت حرب عنيفة، ومشاريع إعادة إعمار وإعادة تأهيل، وأعدنا الحياة إلى الموصل. ومن اللي عاد الحياة للموصل؟ الناس عادت الحياة، والمنظمات الدولية عادت الحياة. شنو المشاريع؟ للعلم اكو فقرة، ماكو مشروع إعادة إعمار، إعادة تأهيل فقط. إعادة تأهيل لا إعمار ما كتب عن الموصل، وحتى ما أشيع عن مشاريع الإعمار شاهده الموصليون على الشاشات فقط لا على الواقع. حتى الجثث ما زال منها الكثير لم يجد من ينتشله، فضلاً عن ملف المفقودين. هي متى يعني؟ ناس هركانة، ناس لحد الآن جوا جثث، يعني جثث جوا الأنقاض لحد الآن. ناس مفقودة، أنت المفقودين يدورون عليهم، هم من الشعب هذا. مسؤولية مأساة الموصل حملها السكان للحكومة، لكن بنبرة يأس، فلم تعد المناشدات ولا المطالبات تغير من الواقع شيئاً في ظل سطوة أحزاب أقل ما يقول عنها العراقيون أنها فاسدة. والله المسؤوليه لمن يحملها؟ الحكومه ما جايه تنضرب كل شيء بينا. ماكو يعني احنا الموصل طالعين من حرب، يعني لحد الان لا منطقه تعويضات، لا معمرين، لا مشاريع، لا كل شيء ماكو. ناس حراميه تبوق وتعبي بجيوبها. عجل دوله وكبرى وعراق ومشكلين حكومه، لحد الان الحكومه ما تتشكل. المناصب عاد تنباع بالمزاد العلني. ناس حراميه، ناس جهله، ناس جريمه يمسكون بلد. تلك إحدى الجرائم الكثيرة في العراق.